به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم.